ولا صليب لهم ولا يوم أيها المسلمون على مهدركم يا بني والعدالة الاجتماعية وإسهامه الوازن في بلورة التوجهات الأساسية للحزب وحنكته السياسية. رجل عظيم من عظماء المغرب يغادرنا اليوم ومناضل وطني تقدمي ديمقراطي يفقده حزبه اليوم، ولذلك نشعر بألم كبير. وهذه القمة الهائلة تغادر إلى دار البقاء، إن خالد النصيري من طينة المناضلين الكبار، خالد النصيري من الذين بصموا التاريخ المعاصر المغربي وبصموا أيضا تاريخ حزب التقدم والاشتراكية منذ عقود من الزمن. خالد النصيري منذ السنوات الأولى من شبابه في الستينيات من القرن الماضي التحق بحزب التقدم والاشتراكية منذ ذلك الحين، وهو في الواجهة وفي الصفوف الأمامية يناضل من أجل الوطن، ويناضل من أجل استقلال هذا الوطن، ويناضل من أجل الوحدة الترابية، ويناضل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، ويناضل من أجل إقرار العدالة الاجتماعية في هذا البلد السعيد. هكذا كان سي خالد النصيري لامع في كل الواجهات، في واجهة العمل السياسي كما في واجهة الترافع القانوني، حيث كان محاميا بارزا يدافع في القضايا الكبرى المتعلقة بحقوق الإنسان. كان قلما رائعا متميزا بصم صحافة حزب التقدم والاشتراكية، وكان له مسار هائل على هذا المستوى إلى أن تحمل مسؤولية وزارة الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. خالد النصيري مناضل حقوقي غيور، ساهم في إنشاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وخالد النصيري كانت له آثار أساسية في التحول الذي عرفه حزب التقدم والاشتراكية في تأقلمه مع الواقع المغربي. هكذا كان خالد النصيري، وشخصيا أفقد فيه أخا ورفيقا وصديقا، عملنا معا، نضلنا معا، كافحنا معا، واليوم سنحاول في حزب التقدم والاشتراكية أن نكون أوفياء لكل ما أعطاه، وأوفياء لقيمه وأخلاقه ومبادئه وتوجهاته، وسنكون إلى جانب أسرته الصغيرة حاملين لكل ما كرس له حياته من أجل الدفاع عنه رحمة الله عليه. أستاذ الراحل خالد النصيري رجل دولة خدم وطنه وكان وطني حقيقة، لكن أهم ما يمتاز به هو أحد القدرة عالية على التواصل وعلى قبول الاختلاف، وخا كنا مختلفين معه على المستوى الفكري على مستويات عديدة، ولكن كان دائما الاحترام المتبادل والتقدير، وكان دائما صدره مفتوح نناقش ويقبل النقد، وكان وطني بكل معنى الكلمة، خدم بلده خدم وطنه، كان رجل دولة من مواقع متعددة، وتوفى الله في رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى يكون هذا من الشفاعات له، الله يغفر له ويرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين في هذا الشعر الفضيل. المرحوم كان كما يعرف الجميع شخصية وطنية متميزة، ولكن الخاصية ديال المرحوم خالد النصيري هو يعني التواضع ديالو، الالتزام ديالو، حب الوطن، تقديره لكل الأوضاع، وكذلك كانت عنده خاصية سياسية هو أنه كان له علاقة مع كل الأطياف السياسية بدون استثناء. تاريخ النضال اللي كيشهد عليه وتاريخه السياسي بالطبع، وانطلاقا من الحركة الترابية ثم إنشاء الشبيبة ديال الحزب،
ثم كذلك المسؤوليات التي تحملها على المستوى الحزبي على المستوى الوطني من إسهامات كذلك على مستوى الانتخابات المستوى الدستوري المستوى المؤسساتي كوزير وكذلك كسفير لصاحب الجلالة بالأردن. مسار متميز، كانت عندي معرفة به خاصة بحكم القرابة العائلية، ويمكن لي نأكد لكم بأنه كان إنسان محبوب لدى الجميع. وهذه الخاصية ديال الطيبوبة وأنه مقبول من طرف الجميع هذه خاصية دائما غتبقى. هادشي كيتأكد من الحضور من كل يعني المشارب ومن كل الجهات، والله يرحمه والله ينعمه وإنا لله وإنا إليه راجعون، وتعازينا للعائلة الصغيرة ديالو العائلة السياسية والعائلة الكبيرة وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقداني هذا الرجل الشريف سيدنا السليم الوزير المقتدر المحنك الذي قاد العديد من المسؤوليات باقتدار وجدية، فأمام هذا المصاب الجلل الذي علم بالجميع في فقدانه ندعو الله تعالى أن يلهم جميع أفراد عائلته جميل الصبر وحسن العزاء، وأن كذلك لإخوته في صفوف حزب التقدم والاشتراكية داعين الله تعالى أن يلهمهم كلهم جميعا الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، إن لله وإنا إليه راجعون. شكرا. كان دائما حاضرا في القضايا الوطنية الكبرى ومدافعا عن حقوق الإنسان لكونه يتحمل أول المسؤولية ديال رئاسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وكان من المدافعين عن المعتقلين السياسيين ومن أنصار الديمقراطية، وساهم في المعارك الانتخابية، كما تحمل أيضا مسؤوليات سياسية على مستوى الحزب ومسؤوليات ديال الدولة، حيث تولى بالتوالي مدير المعهد العالي للإدارة ثم وزير التواصل والإعلام، وثم أخيرا كان سفيرا إلى حدود وفاته سفيرا للمملكة المغربية في المملكة الهاشمية الأردنية. فأنا تعرفت عليه منذ عقود حينما كنا نشتغل معا في كلية حقوق الدار البيضاء. رجل رزين، رجل لا ينفعل نادر ما ينفعل، ورجل له بيداغوجيته الخاصة منهجيته الخاصة لتبسيط المشاكل المعقدة، وكان يعني منظرا ومحللا للواقع لمجتمعنا، وكان مساهما في مختلف يعني الندوات ومحبوب من طرف الجميع. بالطبع محبوب لأنه كان وفي حينما يكون الإنسان وفيا لمبادئه يقدر الأصدقاء والخصوم، وهذا هو يعني ما ترك لنا السي خليل رحمه الله، وهذه الخصال الحميدة التي ينبغي أن يعني يقتنع بها الشباب الصعيد. وما أحوجنا في هذه الظروف لرجال ونساء من طينة السي خليل رحمه الله، فنتمنى له يعني المغفرة، وسنبقى مدينين له لا كمستوى الحزب ولا كمستوى الوطن ولا مستوى المجتمع لما قدمه لبلادنا ولشعبنا ولوطننا من يعني من تضحيات ومن أفكار ومن نضالات ومن سلوكات، كل هذا يعني هو إرث بالنسبة لأن سيدخل في مجال الإرث ديال مجتمعنا.